اليوم المساء؟ هذا تفقد مفاجئ. دار الرعاية رح يجوا يزورونا بالبيت. يجوا مفارقة معي، بدي نام. صدقيني جميل واحد وزد. اليوم قبل بكرة بدها تجي مرتك وتنام هون، وإذا ما أجيت لهم ما ألا فوتي. لك أنت شو دخلك وأنا مفكر حالك زوجة عن جد؟ لك إيه أنا زوجة وغصب عنك مو بكيفك. لا تكوني فكرة أبوك السكرجي اللي رباكم. لا أنت لكان. إيه طبعاً خدي. قرروا يا أنا يا أختكم لميس. أنا بكل مرة بتتركيني فيها بوصل على الموت وبرجع. عجبتك هاي الحالة؟ حكايتنا يومياً مع هذا الأحد 6 المساء على MTV.